السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع جديد على قناتكم قناة عشيرة الأوتاكو. واليوم عدنا لكم مقطع وهو عن أنميات تم عرضها في عدة بلدان في العالم. طبعا في أنميات تمنع بسبب الدموية، الإيتشي، الفكرة، تشويه السمعة، شو أيضا المهم كثير من الأشياء. فاليوم راح أقدم لكم أنميات تم منعها والأسباب والبلدان اللي منعت هذه الأنميات. فقبل البداية أتمنى تكون عجبتكم فكرة المقطع، وكالعادة بدون نوصيكم فجروا زر اللايك، وبدون إطالة أكثر يلا بينا. نبدأ بأنمي هجوم العمالقة تم منعه في الصين بسبب الدماء وأشكال المخيفة الخاصة بالعمالقة. وهذه ليست أول مرة الصين تمنع أنمي معين، فقد منعت 38 أنمي. فبالنسبة لي أنمي هجوم العمالقة نقص مستوى الدماء في آخر الأجزاء مقارنة بالمانجا، فالمانجا فيها كمية دماء غير طبيعية. فالمهم ننتقل للأنمي التالي هو أنمي ألفين ليل. وأيضا تم منعه من العرض في الصين بسبب الدماء والأشياء الإتشيوية التي تظهر فيه. إتشيوية دايم على الاسم. فالمهم نلتقي الأنمي التالي واسمه كودومو نو جيكن، وتم منعه في اليابان ذاتها، يعني بلد الأصلي اللي صنع الأنمي هذا. فالمهم بسبب الفكرة الأنمي وهو أن البطلة الصغيرة التي تدرس في المتوسط تحب أستاذها اللي عمره فوق 30 سنة. فديم يا أخي لازم يجلد هذا المؤلف اللي عمل هذا الأنمي. فبننتقل للأنمي التالي ومعانا أنمي ديت نوت، تم منعه أيضا هو في الصين في سنة 2007، يعني في نفس الوقت اللي كان ينزل له حلقات أسبوعيا. وسبب منعه هو أن الطلاب في عدة مدارس في الصين كانوا يعملون دفاتر ديت نوت ويسمونها يعني ديت نوت، ويكتبون أسماء أشخاص وزملاء في الصف ومعلمين. فالوزارة التربية والتعليم في الصين منعت منعا باتا ديت نوت في كل أرجاء الصين. فالمهم ننتقل للأنمي التالي وهو فيلم أنمي اسمه هاداشي نو جين، ونزل في 1982، وكان هذا يعرض أشياء اللي صارت في الحرب العالمية الثانية وأيضا قنبلة هيروشيما. فالمؤلف قال أن عاش تلك الأجواء الحرب، يعني عاش في فترة الحرب اللي كانت تصير في اليابان وكل العالم تقريبا. فالمهم أيضا الفيلم ذاك كان يعرض يعني أن الجنود اليابانيين كانوا قاسيين، فأكيد الحكومة تمنع عمل كهذا عشان ما تضيع سمعتها أمام الناس وتشويه السمعة. يعني تخيل مثلا أنت ياباني وتشوه سمعة اليابان في فيلم. فكيدا باختصار اللي صار، ففي 2013 تم منع هذا الفيلم بشكل كامل. يعني تخيلوا من 1982 وهو منشور هذا الفيلم في المواقع والتلفاز، ولكن السلطات اليابانية ما انتبهت عليه. فديم طوكيو جول، وأيضا تم منعه في بعض البلدان. وفي اليابان تم حجب لقطات دماء، يعني نحن اللي كنا نشاهد في مواقع قرصنة كنا نشاهده يعني بكل شيء، ولكن في اليابان لما يعرض في التلفاز ما يحذفون لقطات ولكن يعني يحجبوا بعض الدماء وكذا. فبالنسبة لي أنا ما أعتبر أيضا طوكيو جول تصنيف دموي، لأنه ما تظهر فيه دماء كثيرة مقارنة أيضا بالمانجا أو بأنميات أخرى مثل هيلسينج أو ديد مان وندرلاند. فجيد أنه ما تم منعه بشكل كامل في اليابان. ننتقل للأنمي التالي وهو أنمي سكول دايز، تم منع هذا الأنمي بسبب الإيتش المبالغ فيه وأيضا نهايته الصادمة والدموية في الحلقة الأخيرة. وأيضا الحلقة الأخيرة تم تأجيلها بأسبوع بسبب أن في يوم اللي كانت راح تنزل الحلقة تم وقوع يعني جريمة بنفس الطريقة اللي ظهرت في الحلقة الأخيرة، فمنعوا الحلقة الأخيرة وبعدها منعوا الأنمي كامل.
it's finally. ننتقل للأنمي التالي وهو إيطاليا. إيطاليا أنمي يسخر عن البلدان اللي كانوا لهم دور كبير في الحرب العالمية الثانية زي إيطاليا وألمانيا واليابان. ففي الأنمي كل شخصية تمثل بلد، وكان هذه البلدان في صداقة لطيفة مع الرغم أن تاريخهم العسكري خلال الحرب العالمية الثانية فتم منعهم بشكل كامل في كثير من البلدان. يعني تخيل إيطاليا وألمانيا واليابان كان لهم تاريخ أسود، ولكن الأنمي هذا جمع كل هذه البلدان وعملهم كشخصيات صداقة وكذا. فتقريبا كل البلدان اللي ذكرتها إيطاليا وألمانيا واليابان منعوا عرض هذا الأنمي بشكل كامل. وننتقل للأنمي التالي واللي هو أنمي يسخر عن بقية الأنميات واسمه أوسوماتسو. وهو هذا الأنمي يقارن كثير من الأنميات، فجاب أم العيد في أول حلقة له من الريميك الثاني فقلد هجوم العمالقة. الاستوديو اللي أنتج هجوم العمالقة الجزء الأول اللي هو استوديو ويت رفع عليهم حقوق النشر. ذكرني هذا بنفسي لما أنزل فيديو اليوتيوب واليوتيوب يقول لك احذف المقطع، فهذا اللي صار. فالمهم كان الهدف من الحلقة هو فقط الكوميديا والتسلية زي جين تاما اللي قلد كتير من الأنميات، فالأنمي ما كان له فيه غرض آخر يعني غير الكوميديا. والجدير بالذكر أن هذا الأنمي قلد الكثير من الأنميات منهم سيلر مون وناروتو ودراغون بول والعديد من الأنميات الأخرى. وننتقل لآخر أنمي وهو أنمي بوكيمون. فتم منع بوكيمون منع مؤقت وفي بلد السعودية يب السعودية بسبب أنه كانوا يعتقدون أن الأنمي فيه قمار وتظهر فيه علامات دينية يابانية وأجنبية. فبعدها تم تعديل الأمر وتم فك الحظر وأكملوا عرضه. فهذا كانوا الأنميات اللي تم منعها في عدة بلدان في العالم. فأتمنى يكون يعجبكم المقطع يا رهيبين، وأتمنى تدعموا المقطع بلايك واشتراك، ولا تنسوا نشرها مع كل أصدقائك، هيك بتساعدني بشكل كبير. وبنلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.